3 أيام من المثابرة من طرف الفريق وكل المتطوعين لوضع القاعدة الأساسية للمنزل، حيث التحذيرات الأخيرة لهذه العملية تجري في جو مليء بقوة التلاعب. فبوصول آلة ضخ الإسمنت للبداية في العملية، الكل معها بيد واحدة لإسراع وتيرة العمل لبلوغ الهدف الذي اجتمع من أجله هؤلاء الأبطال. السلام عليكم طبيب رئيس ياسين. ما شاء الله ما شاء الله. انكم تفطروا غير على لا لا وراه الوقت باش نتنفسوا، ما عندناش الوقت. مرحبا بكم في بلدية الحمامات، كنا نشوفوا فيكم في لا تيليفزيون، مي حاجه سي سامبل سي بون اكسيلنت كوينسيدانس، فرصه كريمه يعني انكم حضرتوا معنا ولقيتكم هكذاك فيسبوك على مشروع شريعه والعائله هذيك المسكينه الحزينه الفقيره اللي تحتاج كل دعم من كل الناس، تأثرنا لها وتأثروا كل الناس. احنا مستعدين كل واحد انه يعاونها، وانتم مشكورين على انه شقيتوا من الجزائر وبارتو عابرين تبعوا فيكم في كل الولايات، مشكورين. وهذا يعني لبنا في البناء الاجتماعي للدولة والمجتمع، وكنا ساهم بهذا الشكل وبارك الله فيكم. هذا ماهيش مزية اكيد، هذا واجب. وانا درك برك كنت نشوف فيديو تاع الأسرة هذيك انا وزوجتي، انتم مشكورين وربي يوفقكم ان شاء الله. واذا كان شحال مازالكم هنا؟ لو تشالنج لو تشالنج والهدف انه نبنيو الدار ريد شوسي مساس وروح في 3 سمانات. اه ما شاء الله. اذا نطلب منك انه توسع قلبك وتعفس على قلبك هذا الكبير، هذا اللي كبر الكون والمحيط ان شاء الله، وتعاونهم. اكيد ان شاء الله تعاونهم بالشيء اللي قدرت عليه. حاولوا سونسيبيليزي مام اللي جاو نعرفوهم، الناس اللي نعرفوهم انهم يعاونوهم بالشكل بالقدر اللي يقدروا. هادو خاوتكم، ولادكم، فاميلتكم، ولاد تبسخ. ايوا انساني، يعني دور انساني قبل ما يكون هكاك ان شاء الله. بارك الله فيك. تشكر وفي الجنة تحشر. امين ان شاء الله. الله ينورك.